تنطلق. هو الشوط الرابع عشر والأخير في مجموعة الأشواط، والشوط الرابع عشر والأخير الخاص هنا أيضا بالإذاعة البكار، المهجنات الأصايل لأيضا أصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان. نتابع المسيرة، نتابع الانطلاق، نتابع التحدي هنا وصدارة هذا الشوط. الطيارة من تأتي على الصدارة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحد شباب الخوانيج. هناك المتواجد سعيد بن عبيد الحميري المنطلق مع الطيارة على صدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني تأتي هجن العاصفة هنا على ثاني المراكز في هذا الانطلاق الجميل والتحدي هنا. مرحبا، تأتينا بهذا الانطلاق على المركز الثاني في هذه المسيرة هنا لهجن العاصفة المنطلقة على المركز هذه اللحظات الثاني، بينما المركز الثالث وتأتينا هنا على المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة نجدة هنا أيضا من هجن العاصفة مع الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وتأتي بشاير على المركز الرابع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز الخامس المتواجدة هنا الشاهينية من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز السادس هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة هنا أيضا محمد بن سعيد بن بروك الحميري، بينما هناك الشاهينية المنطلقة بهذا الأداء لسمو سعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في التضمير من ينطلق على المركز السابع. وفي المركز الثامن تأتي هنا سحابة لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي، والوصول من المتحدة من هجن العاصفة بقيادة هنا المضمر الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ المرب مكتوم بن جمعة المكتوم مع سيف بن أحمد بن خريدة في التضمير. هذه هي النتائج للمراكز الأولى في هذه الانطلاقات والتحديات الجميلة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. لا زالت الطيارة هناك مسيطرة على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول. الطيارة هنا سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهل بن سعود المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري من يأتي بالطيارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما المركز الثاني مرحبا تأتي على المركز الثاني بهذا الانطلاق الجميل هنا. مرحبا لهجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الانطلاق الجميل. نجدة تأتينا على المركز الثالث من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز الرابع تتواجد بشاير على المركز الرابع هنا أيضا بهذا الانطلاق والتحدي الجميل بهذا الأداء المميز هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الخامس المنطلقة الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في التضمير، والشاهينية المنطلقة هنا على المركز السادس هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. والمركز السابع هملولة لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. وفي المركز التاسع تنطلق هنا بهذا الأداء الجميل والتحدي
هنا الوجود في هذه اللحظات من المتحدة من هجر العاصفة بقيادة هنا أيضا حمد بن راهد بن حمد بن غدير. تاسعا هنا تأتي سحابة لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم محمد بن علي العويسي، وهناك الشاهنية لسمو الشيخ المر بن مكتوم بن جمعة المكتوم مع سيد بن أحمد بن خريدة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هذه هي النتائج للمراكز الأولى. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. مرحبا على الصدارة، نجد على المركز الثاني من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق والتحدي الجميل في هذه المسيرة. مشاهدينا الكرام، المسيرة للمركزين الأول والثاني. المركز الثالث، تأتي الطيارة على المركز الثالث لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري المنطلقة هنا على المركز الثالث. المركز الرابع هنا القدوم بهذه اللحظات هنا والانطلاق بهذا الأداء الجميل. تأتينا بشاير والشاهينية والمتحدة القادمات هناك من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. سادس المراكز الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني هنا مع سالم بن عامر المدهوشي. هذا الانطلاق وعلى المركز الثامن هملولة لمعالي الشيخ محمد بن مطيع الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود هنا إلى مرحبا. لا زالت على الصدارة، مرحبا على المقدمة وعلى المركز الأول. الصدارة والمقدمة والمركز الأول والانطلاق والتحدي، لا زالت مرحبا على الصدارة، نجد على المركز الثاني في هذا الانطلاق والتحدي الجميل هنا في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. هنا مرحبا على الصدارة، مرحبا بالانطلاق هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. تنطلق بأداء جميل وبعرض لائق على الصدارة، انفردت بالمركز الأول. المركز الثاني، تأتي نجدة على المركز الثاني أيضا من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز الثالث الطيارة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري. وعلى المركز الرابع الشاهينية، المركز الرابع هنا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني هنا سالم بن عامر المدهوشي. ولكن هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والإثارة. مشاهدينا الكرام، مرحبا، تصل إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس. تهانينا هجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن حمد بن غدير المركز الثاني. وصلت نجدة في المركز الثاني من هجن العاصفة. المركز الثالث الثانية صار الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني. المركز الرابع الطيارة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب سعيد مكتوم. المركز الخامس هنا من هجن العاصفة المتحدة. هذه هي النتائج للمراكز الخمسة الأولى. نهى على حضاراتكم، ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة وصوله هنا أيضا. مرحبا إلى خط النهاية معلنة الفوز معلنة الناموس. قاطعة المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق هنا 27 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمالك سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعود المكتوم. للواثق أيضا له التهنية على هذا الأداء. المركز الثاني من نصيب نجدة أيضا من هجن العاصفة في 9 دقائق 30 ثانية، 1 من الثانية. تهانينا أيضا للواثق حمد بن راهب بن حمد بن غدير. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كانت من نصيب الشاهينية لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة سالم بن عامر المدهوشي. 9 دقائق 33 ثانية، 9 من الأجزاء من الثانية. هو التوقيت.